جلالة الملك يفتتح مسجد فاطمة الزهراء ويشارك جموع المصلين أداء صلاة الجمعة في المفرق. مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين خلال مشاجرة عنيفة في منطقة ماركا الجنوبية فجر اليوم. سجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع حركة حماس ومظاهرات مليونية في المدن المصرية. نشرة الأخبار من رؤيا، حياكم الله. شارك جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جمع المصلين اليوم أداء صلاة الجمعة في مسجد فاطمة الزهراء الذي افتتحه جلالته بمنشية بني حسن في محافظة المفرق. واستمع جلالته وجموع المصلين إلى خطبة الجمعة التي ألقاها خطيب المسجد محمد عبد الله شديفات، وتناول فيها المواقف الإيمانية والبطولات الخالدة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة بدر الكبرى التي تصادف وقوعها في مثل هذا اليوم في شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة. والمسجد الذي بني بالكامل على نفقة محسنين تبلغ مساحته الإجمالية 2500 متر مربع، ويضم مصليات للرجال والنساء ومأذنة حجرية بارتفاع 30 مترا، بالإضافة إلى مكتبة ودار لتحفيظ القرآن الكريم ومقر للجنة الزكاة. أعلنت وزارة الخارجية اليابانية عن تقديم بلادها قرضا للأردن بقيمة 120 مليون دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين في المملكة. وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية للصحفيين بمخيم الزعتري للاجئين السوريين إن اليابان ستمنح الأردن قرضا قيمته 120 مليون دولار للمساهمة في معالجة أزمة اللاجئين السوريين في المملكة. من جهته دعا المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس خلال زيارته لمخيم الزعتري، دعا المجتمع الدولي لمساعدة الأردن والدول الأخرى التي استقبلت لاجئين سوريين، ودعاهم إلى تحسين النظام التعليمي وبناء المزيد من المدارس وتحسين المستشفيات وشبكات المياه. وتوقع غوتيريس أن تكون الأزمة طويلة الأمد وتتطلب رؤية طويلة المدى، فهذه البلدان لن تستطيع الاستمرار في التعامل مع هذا التحدي الكبير دون الدعم الكافي من المجتمع الدولي. نظم حراك لواء فقوع في محافظة الكرك بعد صلاة ظهر اليوم مسيرة للمطالبة بضرورة محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وندد المشاركون في المسيرة بما وصفوه سياسة التباطؤ التي تنتهجها الحكومة في السير بعملية الإصلاح، معتبرين أن تلك السياسة ستؤدي إلى المزيد من الاحتقان والإسهام في تردي أوضاع المواطنين. وشدد المشاركون على ضرورة الإسراع بوتيرة الإصلاح وتطهير المؤسسات من القوى الفاسدة المتنفذة والتي عاثت في الوطن فسادا وتخريبا. وفي الطفيلة انطلقت مسيرة احتجاجية تحت شعار لا للبلطجة الأمنية، وذلك بدعوة من الحراك الشبابي والشعبي وبمشاركة فعاليات حزبية من أمام مسجد الطفيلة الكبير، وانتهت أمام دار المحافظة. وحذر المشاركون في وقفة احتجاجية عقب المسيرة من محاولات حل الأزمة الاقتصادية على حساب المواطن الرازح تحت وطأة الفقر والبطالة، مشيرين إلى ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والسعي نحو تحسين معيشة المواطنين. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاحات على أرض الواقع، مؤكدين رفضهم نهج الحكومة بزيادة أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية. قتل شخصان على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح بالغة خلال مشاجرة عنيفة وقعت فجر اليوم في منطقة ماركا الجنوبية، وصفها سكان الحي وشهود عيان بأنها مذبحة، إذ تحول شارع مسجد التوحيد بحي هملان إلى ساحة حرب حسب وصف سكان المنطقة.
الذين أكدوا أن أصوات إطلاق العيارات النارية الكثيفة تسبب بحالة من الهلع والرعب لهم، وقد أصيب 7 أشخاص بإصابات بليغة خلال المشاجرة، فيما أكد شهود عيان أن أحد المصابين بترت قدمه جراء تعرضه لضربة قوية بآلة حادة. وقد وقعت هذه المشاجرة إثر خلاف سابق وقع بين مجموعتين من أصحاب الصوابق، حيث علمت المجموعة التي تقيم في حي هملان بقدوم مجموعة أخرى من منطقة النزهة للانتقام منهم، فقاموا بتحضير أنفسهم داخل الحي وفاجأوا المهاجمين بوبل من الرصاص الحي والأسلحة البيضاء، وحاول أحد المتشاجرين تفجير اسطوانة غاز، فيما شهد قرابة 4 أشخاص وقد تدرجوا بدمائهم وسط الشارع. هذا ولم تتمكن قوات الأمن والدرك من السيطرة على الوضع إلا بعد انتهاء المشاجرة، عندها فرضت طوقا أمنيا وتم إخلاء الجثث وإسعاف الجرحى إلى المستشفيات. طبعا أجوا ناس من مخيم الحسين على الساعة حوالي 9 مساء وتهجموا على دور المنطقة الحي، وطبعا خشوا على دورهم وبشعوا يعني منظر غير طبيعي، وحملوا جرار غاز وخوفوا طبعا اهالي الحي، طبعا خشوا على دار معه حامل المشكله يعني صاحب المشكله، حرقوا دارهم. طبعا كانوا الشباب برا لما شافوا المنظر هذا طبعا ايش ما جابوا ناس وصارت المشكله. احتشد المصريون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مختلف المحافظات تلبية لدعوة وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها لتفويضه بمكافحة الإرهاب والعنف. وفي المقابل احتشد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام مسجد رابعة العدوية ومناطق أخرى في القاهرة والجيزة رفضا لما وصفوه بالانقلاب العسكري. وفي سياق متصل اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار قاضي التحقيق بحبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق معه يمثل عودة قوية إلى نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بتهم تشمل السعي والتخبر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية واختطاف ضباط وجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون. وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرر حبس مرسي 15 يوما لاستكمال التحقيقات معه في التهم الموجهة إليه، حيث تم استجوابه ومواجهته بالأدلة بحسب الوكالة المصرية الرسمية للأنباء. من جهتها أبدت حركة حماس غضبها الشديد إزاء ما وصفته الزج باسمها في الصراع الدائري في مصر عبر اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر معها. ووصف القيادي في حركة حماس في قطاع غزة صلاح البردويل اتهام مرسي بأنه مهزلة سياسية بامتياز يراد من خلالها تبرير احتجاز الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي على حد وصفه. وجدد البردويل تأكيد حماس على أنه لا علاقة لها بما جرى أثناء ثورة 25 يناير بغض النظر عن طبيعة التهمة الموجهة، مشيرا إلى أن الاتهام سياسي بحت ولا أدلة لدى الجانب المصري على صحته. واتهم القيادي في حماس الإعلام المصري بقيامه بحملة تشهيرية ضد حركة حماس والتي وصلت إلى مطالبة بعض الإعلاميين بقتل أبناء الحركة، واعتبر هذه الاتهامات فاشية وعنصرية ومرفوضة ومدانة. وتشهد الساحة المصرية منذ 30 يونيو حالة من الاستقطاب السياسي الحاد والانقسام وسط الحديث عن طرح عدة مبادرات للخروج من الأزمة بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية لحماية التظاهرات التي تشهدها اليوم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا للإرهاب وإسقاط الانقلاب،
شعاران لتظاهرات 26 من يوليو والتي أعلنها طرفا الأزمة السياسية التي تعيشها مصر منذ نحو 3 أسابيع بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه إثر ما سمي بثورة 30 من يونيو. وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي طلب من المصريين قبل أيام الاحتشاد في ميادين أم الدنيا لتفويضه بالقضاء على ما وصفه الإرهاب المحتمل والعنف، وبخاصة مع ازدياد وتيرة أعمال العنف التي تمركز أكثرها في شبه جزيرة سيناء وأسفرت عن عشرات الضحايا. من جهتهم واصل أنصار الرئيس المعزول اعتصامهم أمام مسجد رابع العدوية وميادين أخرى في القاهرة والجيزة رافضين هذه الدعوة وواصفينها بدعوة لحرب أهلية، فيما أعلن حزب مصر القوية الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح رفضه الخروج في التظاهرات لتفويض الجيش، واقترح بدلا عنها إجراء استفتاء على خريطة المستقبل. وكان رئيس الوزراء في عهد مرسي هشام قنديل عرض مبادرة من 3 مراحل لتسوية الأزمة عقب دعوة الاحتشاد، وشملت الإفراج عن المعتقلين بعد 30 من حزيران وتجميد القضايا وزيارة وفد لمرسي للإطمئنان عليه والتهدئة الإعلامية، إضافة إلى استفتاء على ما وصفه بالانقسام. المبادئ العامة اقترح أن تشتمل على 3 مبادئ: المبدأ الأول إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية، المبدأ الثاني لابد أن يقول الشعب كلمته فيما حدث من انقسام، المبدأ الثالث هو الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي. رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي أكد على مساندة الحكومة لكل من يريد أن يخرج الجمعة للتعبير عن رأيه دون اللجوء إلى العنف أو ترويع المواطنين على حد قوله، مشيرا إلى تأمين الأجهزة المعنية للتظاهرات بالكامل. عدم استخدام أي مصدر من مظاهر العنف، وفي هذا الدولة لازم تقف موقف شديد على حماية سلامة المتظاهرين، منعهم من أي ترويع، أي اعتداء على الآخرين. من جانبه دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في بيان له جموع المصريين الالتزام بالسلمية، مؤكدا على ثقته الكاملة بأن دعوة الجيش للاحتشاد هي بغرض تحقيق الوحدة والتكاتف بحسب البيان. من جهتها أعلنت قنوات التلفزة الحكومية وشبكات التلفزة التابعة للقطاع الخاص عن وقف عرض المسلسلات الرمضانية الاعتيادية منذ بداية اليوم وحتى فجر السبت اتساقا مع دعوة الاحتشاد. إذن 26 من يوليو تاريخ جديد يضاف إلى رزنامة المصريين ويضع أرض الكنانة على مفترق طرق بين الاستقرار والفوضى، فأيا سيكون المصير؟ حمل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو مسؤولية اغتيال المعارض محمد البراهمي للسلفي الجهادي بوبكر حكيم، وأضاف بن جدو أن اغتيال البراهمي تم بنفس قطعة السلاح التي اغتيل بها المعارض التونسي شكري بلعيد في شباط الماضي. وفي تداعيات حملة عملية اغتيال البراهمي أعلنت 29 منظمة وحزبا تونسيا معارضا عن تأسيس الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني بهدف تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية مستقلة تعمل بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري على استكمال صياغة الدستور في غضون 2 شهر يعرض بعدها على الاستفتاء الشعبي. وحملت الهيئة أحزاب الائتلاف الحاكمي وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية مسؤولية انتشار العنف والتحريض على الجريمة السياسية المنظمة التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤخراً. وتعقيبا على اغتيال البراهمي أكدت الهيئة في بيانها الدخول في إضراب عام اليوم وغدا السبت، مهددة في الوقت ذاته بإعلان العصيان المدني.
قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن المعارضة السورية ملتزمة بمؤتمر جنيف 2 المقترح عقده لحل الأزمة السورية. وأضاف كيري بعد محادثته مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة في مقر البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة أن الائتلاف طرح شروطا يرى أنها أساسية قبل المشاركة في المؤتمر المفترض. من جانبه طلب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية أحمد الجربة من الولايات المتحدة الأمريكية تزويد المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر بالأسلحة التي وعدت بتسليمها. وأشار الجربة خلال اجتماعه مع كيري إلى أن الوضع في سوريا يزداد سوءا يوما بعد يوم، ما يزيد من حجم المعاناة والألم، منوها أن سوريا بحاجة إلى دعم أمريكي مباشر لإنقاذ الديمقراطية. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إجراءاتها على الحواجز الواصلة بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ومنعت عشرات الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان. وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في بيان لها إن الحواجز العسكرية والمعابر الواصلة بين الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة شهدت منذ ساعات الصباح تواجدا مكثفا لأبناء المدن الفلسطينية، وذلك لدى توجههم إلى المسجد الأقصى، لكن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها وتدقيقها بهويات الفلسطينيين. وشهدت الحواجز ضغطا كبيرا وطابورا ممتدا من حشود المصلين من الرجال والنساء والشبان، حيث منع الكثير منهم من العبور. وفي الوقت نفسه أفادت مؤسسة الأقصى أن هذه التشديدات والمنع انعكس على حجم الحشود الوافدة إلى الأقصى، حيث كان هناك حركة نشطة للوافدين إلى القدس والمسجد الأقصى، إلا أنها أقل وتختلف بكثافتها عن الجمعة الماضية. لم يتبقى على إخلاء الحجة الفلسطينية نظير صيام، والبالغة من العمر 71 عاما لم يتبقى وقت لإخلائها المنزل الذي تسكن فيه في حي الشيخ جراح منذ الستينيات سوى أسبوع، حيث تلقت مؤخرا قرارا إسرائيليا يقضي بضرورة إخلاء المنزل قبل مطلع آب المقبل، وذلك بدعوى أن ملكيته تعود لإحدى المؤسسات الإسرائيلية التي تضع يدها على الأملاك العربية في المدينة. أجاني هذا مئير قال لي أنت نظير صيام؟ قلت له نعم. قال لي أنت كنت مستأجرة من صبرية؟ قلت له لا، زلمتي أنا كان من جميل طه ما أخذ المائي يعني. يقول لي امضي على هاي الورقة. بعرفش أنا عايش أمضي. قلت له عايش بدي أمضي لك أنا. قال امضي أنت قاعدة هون وهذا. قلت له والله أنا مش عارف عايش أمضي لك. وسوى محكمة، لقيت طلعنا على المحكمة أخذنا شهادة جيراننا معي. حكيت ان انا لا بقرا ولا بكتب ومضيت على الورقه، ما بعرفش عايش مضاني يعني، عايش مضاري مش فاهمه انا. صار الحكم انه يتفقوا صاحبين الدور والمحامي تبعي انه على سبيل اقعد في الدار، لا الله ياخذ هالوداع، بدهم يخلوا ابني بخلوه، بدهم يطلعوا يطلعوا. انا بجي تقريبا سنتين على هالشغله هذه، وانا تميتني ماشي على دفع الاجار يعني. ما بحبش اخلي الاجار علي، انا كنت ادفع 5 دنانير على لجميل طه الله يرحم زلمتنا كان يدفعها. وبعدين لما انه ماتت تغير الاشي، ما فيش عندهم اولاد اللي يتولوا المحل محلهم. تميت قاعده يعني، ما بعرفش انه هيك بده يسوي في، لا بقرا ولا بكتب، والله الساعه ما بعرف لها انا. وانا هون كل اشي اسسته يعني، لو بدي أشتري بيت كلفني، بس وهون أحسن لي من قصر. الأرض أرضنا والدور رح وين نطلع وين نروح وين نجي يعني، ما فيش من هذا الرواح ولا مطرح. انولدنا في القدس وأبوي انولد في القدس وانخلقنا بالقدس، وهذه غالية علينا. لو يعطوني فيلا ويقولوا لي اطلع بطلعش، فيلا أتمنيها في هذا الدار على الأبير بعيد عنك. بدهم يجيبوا واحد مستوطن الله بيعلم من أني بلد يحطوه بحنا، بدعوا انه إلهم، لا مش إلهم، مش إلهم، بس انه الله وحسبي الله ونعم الوكيل. احنا بشهر رمضان الفضيل هذا عند رب العالمين، ان شاء الله يا رب بجاه النبي محمد، يا الله ينصر أمة محمد المسلمين، ويطلع كل واحد سجين لأمه زي ما انا حاضنة ابني تحضن ابنها.
رؤية الخير هي حملة لتسليط الضوء ومد يد المساعدة والمعونة للأسر الفقيرة والمحتاجة خلال هذا الشهر الكريم، تنفذها قناة رؤية بالتعاون مع عدة جهات داعمة. وفي اليوم 16 من أيام الشهر نروي لكم قصة السيدة أم صدام. مية وعشرين شو بكفن؟ باخذ من الضمان، ما بكفن يعني، ما بكفنش خبز. كم نفر عايشين؟ احنا أربعة. أربعة؟ اه ما بكفن. انت وجوزك وثلاث اولاد؟ لا جوزي متوفي. جوزك متوفي أرملة حضرتك؟ اه، ومش قادر أدهن البيت، علي فاتورة كهرباء 400 دينار، علي مية 100 دينار فصلوها. 400 دينار مي، قديش متراكمين؟ كهرباء؟ اه كهرباء. قد على كم شهر متراكمين هذول؟ والله متراكمين، ما بقدر أدفع، ما بقدر، 120 ما بكفنش يعني. ليه حضرتك تاخذي من الضمان راتب؟ بس عشان متوفي جوزي الضمان. والتمي ما بيعطوك أي شيء؟ لا يا ضمان يا تمي، ما بقدر، ما بعطوا راتبين. قد ايه بنقص عليكي بالشهر؟ والله بجوز 10 الشهر بتداين يعني او بشتغل. اه ما بقدر. شو بتضطري تشتغلي؟ شو بتعملي؟ ايش يعني؟ انت شغلات يدويه؟ اه هيك شيء، او مره طلب البيوت تنظيف. تنظيف. والولاد قديش أعمارهم؟ 16 عندي، وبنت جوزتها، والصغير بدرس صف ثامن تاسع، ترفيه تاسع يعني. بدرس. بعدهم صغار. بدرس. وحضرتك كيف صحتك؟ الحمد لله. منيحة؟ الحمد لله. الأولاد صحتهم منيحة؟ لا الحمد لله، هذا أهم شيء. الله يقويك يا ستي. هذا هيك بس طرد صغير من رؤية. في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يفتتح مسجد فاطمة الزهراء ويشارك جموع المصلين أداء صلاة الجمعة في المفرق. مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين خلال مشاجرة عنيفة في منطقة ماركا الجنوبية فجر اليوم. سجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة التخبر مع حركة حماس ومظاهرات مليونية في المدن المصرية. شكرا لحسن المتابعة، بأمان الله.